1 2 3 فيفا لاجيري. كل الجزائريين يعرفوا هذه العباره اللي فيها ثلاث لغات وتبدا بالانجليزيه. حديثنا اليوم راح يكون حول تنامي اهتمام الجزائريين بتعلم لغه شكسبير. نشوفوا هذا الريبورتاج مع هاجر بيوت. You need to have people speaking English. I wanted to be a movie maker. I am Algerian. أعتقد أنني سأحصل على عمل جيد لو كانت اللغة الإنجليزية هي الثانية في الجزائر. سيكون من الرائع أن نتعلم اللغة الإنجليزية في الابتدائي. تعليقات وردت على صفحة I'm Dizad and I speak English، أي أنا جزائري وأتكلم الإنجليزية، تظهر اهتمام شريحة من الجزائريين بلغة شكسبير. نسقنا قبل أيام مع المشرفة على الصفحة غزلان لتنشر أسئلة تتعلق بمدى اهتمام الجزائريين بهذه اللغة. I am Dizad and I speak English. الأول اللي كونها هو وليد غاشي، دارها في 2010. نظن أنه السبب الرئيسي هو أنه القبل كان ناس بزاف يهضروا أونجلي بصح ما عندهمش بلاتفورم، ما عندهمش مكان وين يقدروا يكسبريمي روحهم، يهضروا يتعلموا اكسيتيرا. دونك هو دار لهم اون باج، ومنو كان يعني الناس قبلت هذه ليدي ولاو الناس يجيو، سورتو لي جون، باسكو لي جون هذاك الوقت عماك حنا عايشين في بلد وين عندنا الفرنكوفونية، ما عندناش بزاف ناس تهضر الإنجليزية، يعني فما كانوا يجيو يعبروا على روحهم بالإنجليزية، يحطوا لي بوام اكسيتيرا. تشط غزلان مع عدد كبير من المعجبين عبر العالم الافتراضي، لكنها تنقل تجربتها إلى الواقع كذلك من خلال المشاركة في نوادي اللغة. وعندما سألنا عن سبب ميل شريحة كبيرة من الجزائريين لاستخدام اللغة الإنجليزية أجابتنا. اللغة الإنجليزية متسهلة، لا في الغرامير ولا في التعامل، تتلاقى مع إنجليزي مملوكة ما تهضيش مليح، مملوكة ما يكونش عندك أكسون، شلو بيقولك أوه يور أكسنت إز بيوتيفول، الأكسون تاعك شباب، عجبتني كيفاش كتقولي هذيك لا لونغ، يقولها كيما تقولي تنطقيها كيما البلاصة هذيك في لونجلتير ولا في لي زيتازوني. طونديسك في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية، ونظن هذه هي الحاجة اللي خلات اللغة الفرنسية يتهربوا منها ليجن، أنهم ما زالوا متشددين فيها. يعني نشوفوا احنا في بعض الأحيان نشوفها في يعني في الانترنت في الفيسبوك، واحد يغلط برك ما بين لا ولو، كاع يبداو يقولوا لا لا هذه لا ماشي لو. اتجهنا إلى مقهى اللغة بوسط مدينة البليدة، أين يجتمع هؤلاء كل أسبوع لمناقشة مواضيع مختلفة بلغة أجنبية، طاولة خاصة بالناطقين بالفرنسية، أخرى بالإسبانية، وطاولتان الأنجلوفونيين. اهتمام تاع شباب خارج الانترنت، يعني يطول الاهتمام، ناس تجي وتبراتيكي ويقول لك ماذا بينا وكان تكون على طول العام، يعني ماشي بيريوديك غير في شهر ولا، لانه ما كاش هكا دي كلوب وين يبراتيكي، وقا ريدينغ كلوبز وين يروحوا يقراوا بعد يتلاقاو ويتناقشوا، ولا دي كلوب وين يبراتيكي بلا لونغ انجليز. يعني هذه اللي مخصوصه هنا في الجزائر، تلقاي دي فوا الناس يتلاقاو في سكايب يديروا دي جروب ولا دي فوروم، بصح ما تجيش كيما لا رياليتي وين تتلاقاي تبراتيكي ويكون معك اختصاصي. سمية وحسام شابان مهتمان باللغة الإنجليزية، فضلا أن يرويا قصتهما مع هذه اللغة على طريقتهما. I will tell you about my story with English. It started once I passed my CZM, so I passed to the college where I had the best teacher. It's the teacher who made me love the language. So loving the teacher made me like wanted to make efforts to learn more and more about this language. So I started learning it and like being better and better each year. And when I was like in the third year in college, I made my school magazine. So it was my first achievement in like English field. I wanted to be a movie maker. Yeah, like I didn't know how to be one because I was filming with my phone and it was like boring. No one wanted to see. And everyone disliked it. So I tried to contact like some foreign movie makers, but I didn't have the language. They were all speaking English. And I was like speaking French
and Arabic. They didn't understand at all, despite I sent them like plenty of emails. So I decided to learn English, and once I learned it, like I got in contact with them. So they gave me like tips how to be a movie maker. And the first tip is to buy a camera. Not like small camera, a huge one. Like with a full HD and all. And this is how I learned English. It's because of movie making. And now I'm a movie maker and I can speak English. في مقهى اللغة يحضر أجانب كذلك. إيمين غولشا جاءت من تركيا في إطار برنامج تبادل دراسي. تعتقد إيمين غولشا أن اللغة الإنجليزية ما زالت محصورة في شريحة معينة من الجزائريين، فقد وجدت صعوبة كبيرة في التواصل مع الجزائريين لمجرد وصولها لمطار هواري بومدين. في الواقع من أول يوم وصلت فيه للمطار، المكان الأول الذي تصل فيه لبلد ما، من الصعب جدا أن تجد أناسا يتكلمون الإنجليزية معك. مثلا الشرطة تحتاج أن تتحقق من جواز السفر وتأشيرة، لكنهم لا يتكلمون الإنجليزية. كان الأمر صادما بالنسبة لي، لأنه في تركيا ربما لا تلتقي بأناس يتكلمون الإنجليزية في الشوارع، لكن في المطار يوجد الكثير من الأجانب، لذا تحتاج إلى أناس يتكلمون الإنجليزية. محاولتنا لتقصي مدى اهتمام الجزائريين بإتقان اللغة الإنجليزية أوصلنا لمكتب Education First، أي التعليم أولاً، والذي يختص في تسهيل الدراسة في الخارج. ألفا مديرة المكتب تؤكد أن اهتمام الجزائريين باللغة الإنجليزية كبير جداً، لكنها تقدم نظرة مختلفة عن مستوى هذه اللغة في الجزائر. La quantité كاينة، mais la qualité d'études c'est là où peut-être qu'il y a un problème ولا لازم نحسنوها. En fait, Education First Test, ce qu'on appelle English Proficiency Index, ils ont testé, c'est la 3e édition cette année, mais ils ont fait, bon, ils ont commencé en 2007 à tester 60 pays. C'est 2 millions de personnes à travers le monde ont été testées dans plus de 60 pays, y compris l'Algérie. L'Algérie was the second lowest rank, ça veut dire في المرتبة قبل الأخيرة للأسف من 60 بلاد في الدوزيام إديسيون، تخوزيام إديسيون أنا نديرو فيها. هذا التصنيف قد يبدو مفاجئا للكثيرين، غير أنه يعد إنذارا لإعادة النظر في كيفية تدريس الإنجليزية كلغة أجنبية. Je veux recruter de nouveaux employés. يكون شرطي إنه يكون عندهم طلاقة في اللغة الإنجليزية. Mais donc les recrues du JU, les gens qui veulent travailler chez Education First, ils connaissent beaucoup كاينين يعني دارسين انتربريتاريا، دارسين anglais etc. Mais j'ai été malheureusement surprise que يعني même le CV اللي هو انا نطلب ثاني بالانجليزيه avec une lettre de motivation cover letter in English، le CV اصلا يعني فيه spelling mistakes، des fautes d'orthographe en anglais. Et ça c'est vraiment c'est une alerte باش تفهم يعني اذا هادو اللي ils vont former la génération جايه en anglais، وهما اللي حيكونوا المدرسين، وهما اللي حي يعني الغلطه تاعك تبقى لا ترونسميتر ابري aux enfants etc. اذا لو فورماتور اي مال فورمي سا سي فريمون ان سينيال دالير. What's the fourth destination? Malta. Okay, good. Good. And the parents are happy about that? Yes, they feel happy. The school directors and everything. We decided to offer host families. Okay. Instead of the regions. Who is we? Who has decided to offer host families? Because we have a demand for host families. Oh, really? Yes. Are you sure about that? في هذا المكتب يشجع الموظفون على استخدام اللغة الإنجليزية في تعاملاتهم، وذلك لخلق محيط لغوي يساعد على إتقانها. صادفنا خلال زيارتنا محمد رفقة والده. محمد كان يجري مقابلة تحديد المستوى من أجل تحقيق حلم دراسة العلاقات الدولية في أوروبا. نقول ما تعلمتوش في الليسي، ما تعلمتوش في سيام، قريته في سيام ما تعلمتوش. ألور الإنجليزي تعلمته وحدي منين من لي فيلم لا ميوزيك هكذا تما وحدي، مي في الليسي وهذاك ما جي ريان فيه والو.
داخل بيوت الجزائريين يفضل عدد كبير من الأولياء تعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية، فهم يدركون أنها تأشيرة للنجاح في العلم كما في العمل. كان إحساس كبير وكان رغبة كبيرة عند الأولياء لتعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية، لأنها يدرون يعلمون بأن اللغة الإنجليزية هي لغة المستقبل لابنه، يعرف بها المستقبل تاعه، يعرف بها التطور تاعه، يعرف بها التقدم في كامل المجالات. وبذلك نلاحظ مثلا في الجمعيات العامة اللي نديرها للأولياء التلاميذ، دائما الأولياء الأغلبية فيهم يشتكون من عدم وجود أستاذ اللغة الإنجليزية أو ضعف تكوين اللغة الإنجليزية. هذا الدليل قاطع على أن الأولياء يولون اهتمام كبير للغة الإنجليزية، لأنه هو يفكر الأولياء هذو يفكرون في مستقبل ابنه، يقول لك أنا ابني غدوة كي ينجح في البكالوريا ولا ينجح في الجامعة باش يروح يكمل في الخارج يجد اللغة الإنجليزية هي المفتاح لدخول عالم التكنولوجيا وعالم البحث العلمي، وبذلك يكون انشغال تاعهم كبير جدا على مستوى التعليم الابتدائي وعلى مستوى التعليم المتوسط باش يوجه ولده الى تحبيب وترغيب اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه بالدرجه الثانيه. الان اللغه الفرنسيه يعني ما بقاش يعني مثل السابق، لكن اللغه الانجليزيه جات في مكانها. وبذلك لو كان للاستفتاء يعني شعبي للاختيار ما هي اللغه الاجنبيه الأولى التي تستعمل في الجزائر، بدون شك أنها ستكون 90% بصراحة اللغة الإنجليزية. أجرينا حديثا مع بدر الدين الذي يشاطر رأي والده، وتفاجأنا بمستواه العالي في هذه اللغة مقارنة بسنه. Most of the English teachers are not strict. Are not strict. They're most likely funny or they talk to the student. They don't punish their students. التجارب التي قدمناها في هذا الروبورتاج تعكس مدى شغف الجزائريين باللغة الإنجليزية كلغة عالمية، وتبطل الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين أن اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الوحيدة التي يجيدها الجزائريون.